عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا أينما كنتم مشاهدين الكرام. دائما في عالم تنقيب علم المعادن كنحاول دائما نجيب لكم معلومات جديدة في هذا الميدان هذا، وبالخصوص هذا الجهاز هذا اللي كندير به تنقيب علم. وبالحسن بزاف ديال الناس اللي لقاو الماء، وهذا كامل كيرجع الكمال لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم كيفاش كتشتغل هذه الآلة هذه، كيفاش كتقلب على الماء، وكيفاش كتبحث على المعادن، وكيفاش كنعرف المسافة ديال الماء، وكيفاش كيعرف الماء واش قليل او لا كثير. هذا الشيء كل شيء تعرفوه في هذا الفيديو، تابعونا حتى الاخير وما نساوش تدعمونا في القناة، جزاكم الله خيرا. وكما كتلاحظوا الاخوان الآلة هي هذه، دائما ملي كنبغي نبحث على الماء كنحاول رجلها دائما تقلب لي على الماء، وملي كنبغي نبحث على المعادن كنخدمها تبحث لي على المعادن. دابا غنوريكم هاد الاله كيفاش كنبحث بها على الماء، وكيفاش كنعرف المسافه واش الماء قليل او لا كثير. اول حاجه عندي واحد الزناد هنايا كما كتلاحظوا، الاله ديالي ملي كنبغي نبحث على الماء كنخدموا على الماء. كما كتلاحظوا واحد البوله هي شاعله هنايا، كما كتلاحظوا واحد البوله هي شاعله هنايا. دابا غادي نشد الجهاز ديالي على هذه الطريقه، من بعد كنشد الجهاز ديالي على هذه الطريقه هذه، كنتظر واحد جوج ديال الثواني، هو كيشير ليا فين كاين اتجاه ديال الماء. وجبت لكم الواد قدامكم راه، وغادي نعرف بها المسافه اللي بيني وبين ديك الواد. كما غتلاحظوا اول حاجه غادي نشد الجهاز ديالي على هذه الطريقه هذه، هو كنتظر واحد الثانيه اولا جوج ثواني، هو كيمشي ليا الاتجاه ديال الماء. كما كتلاحظوا ملي كيشير لك الاتجاه ديال الماء كيدور، كل دوره دورها لعندي كتحسب مترو، يعني كل دوره دارها ملي كيدور على الدورات كيتوقف، يعني كيدور مثلا دار 3، دابا دار 3 متر، المسافه بيني وبين هذا الواد 3 متر. ملي كيكون الماء بسرعه كيبقى يدور الجهاز بسرعه، وخصك كل دوره دارها كتحسب متر، وهكا كنعرف المسافه بيني وبين الماء بهذا الجهاز هذا. دابا غادي نحاول نعطيكم كيفاش كيخدم على المعادن. هذا الجهاز هذا كيخدم على المعادن، وعندي واحد كما كتلاحظوا عندي النقره، ها هي النقره دائما في جيبي، وعندي الجهاز ديالي. دابا غنحاول نبحث به على النقره. اول حاجه غادي نحيد هذا الزناد اللي قلت لكم، هذا الزناد اللي كاين هنايا، كنرجعوا الاتجاه ديال اليسار، وكنشد الجهاز ديالي ونحاول نحط، غادي نحاول نحط هذه السلسله ديال النقره في هذا الاتجاه هذا كما كتلاحظوا هي هنايا، غنوضعها في هذا المكان هذا، يعني ها هي انا وضعتها في هذا المكان هذا هنايا. وغادي نشد الجهاز ديالي على هذه الطريقه قدام عينيكم وانتم كتلاحظوا، انتظر واحد ثانيه اولا جوج ديال الثواني، هو كيشير ليا فين كاينه السلسله ديال النقره كما كتلاحظوا. دابا كيبحث ليا ها السلسله ديال النقره مباشره كيشير ليها الجهاز. وملي كنتظر واحد دقيقه واحد ثانيه اولا جوج ثواني، هو كيبقى يدور لك كيعطيك المسافه اللي كتوصل بينك وبين هاد كما كتلاحظوا 3 4 متر، يعني قول 4 متر سلا النقره اللي حطيت كما كتلاحظوا ها هي، يعني السلسله ديال النقره يعني تقريبا 4 متر. يعني حاولت نعطي الاخوان كيفاش كتخدم هذا الجهاز هذا، وكيفاش كندير به التنقيب على الماء وعلى المعادن. اي واحد بغى يدير التنقيب على الماء فمرحبا. هذا كل ما يخص في هذا الفيديو، ما تنسوناش بالدعم ديالكم في القناة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.